تميز الاحتفال بالذكرى 43 لاسترجاع سيدي إفني بتوقيع اتفاقيتين للشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وشركاء آخرين، إضافة إلى تدشين الفضاء الإداري التربوي والمتحفي لأفراد المقاومة وجيش التحرير بسيدي إفني. استرجاع مدينة سيدي إفني في عمرها 43 كتحمل واحد العدد ديال الدلالات والمعاني، من أهمها وأبرزها أن المكسب ديال الحرية والاستقلال وديال السيادة الوطنية والوحدة الترابية اللي بلادنا حققته والحمد لله هو أتى بفضل الكفاح المرير الذي خاضه العرش والشعب بالتحام وثيق وترابط متين. ولكن اللي تبين وهذه من الدلالات الكبيرة في الثورة ديال الملك والشعب هو أن أبناء هذا الوطن كانوا دائما ملتحمين. خلال المهرجان الخطابي تم تكريم وتقديم مساعدات مادية لعدد من المقاومين أو أبنائهم. في هذا النهار تاع اليوم واحد الفرح واحد السرور بإخلاص الملوك العلويين والكفاح اللي استشهدوا فيه عدد ديال الشهداء. الإحساس ديالنا اللهم لك الحمد عطاونا هذا الشيء، فرحونا فرحوا وليداتنا اللهم لك الحمد، الله يجازيهم بخير وعاش الملك. كما ألقيت بهذه المناسبة التاريخية كلمات عرفت بدلالات ومغازي الاحتفال بهذه الذكرى التي استرجعت فيها قبائل أيتب عمران ومعها الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد حاضرة أيتب عمران سيدي إفني.